يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، هل هذه من آيات الصفات؟ الشيخ الإسلام يقول لا، ما هي من آيات الصفات، بل يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة الأمر وهول الأمر، كما تقول كشفت الحرب عن ساقها، ولهذا لم يضف الله إليه، قال يوم يكشف عن ساق ولم يقل عن ساقه، لكن الساق ثبت لله في الحديث الصحيح، ثبت لله في الحديث الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في أحد التفاسير، ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الآية فيها إثبات الساق لله، يقول كذا رحمه الله، مع أن شيخ الإسلام يقول لا، يقول الآية ليست من آيات الصفات، لأن الله لم يضف الساق إلى نفسه، وإنما ثبت هذا في الحديث الصحيح. نعم.